للصيف مراتب ثلاث: بداية وشدة ونهاية، والعرب اجتزاهوها بصيف وقيض. فالصيف بداية الحر والقيض شدة الحر، وشدة الحر عند العامة بثلاث مواسم: مربعانية القيض 40 يوما، زدحة القيض الجوز الأول والجوز الثاني 26 يوما، وجمرة القيض المرزم والتليبين 26 يوما. ومع نهاية جمرة القيض يدخل علينا إسهيل، والنجم الأول من إسهيل يعتبر امتدادا لموسم القيض لكنه أخف حدة، ولهذا العام بنج يسمونه بالقويضة. يا نج حر القيض يحيي الوجه، ما كنه عندنا إلا نسام جنه، وطويق بت يا نج هو قمة المج، حبك فريض والغلا فيك سنة. والمربعانية والزدح والجمرة تحتضنها ثلاثة شهور: يونيو ويوليو وأغسطس، وتوافق هذه السنة ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، والأمطار المسماة بالخريفية على صلالة واليمن، والصيفية على عسير والباحة، كلهن بشهر ذي الحجة. والحج هالسنة حر، دعا المحرمون الله يستغفرونه بمكة يوما أن تمحى ذنوبها، وناديت يا رباه أول سؤلتي لنفسي ليلى ثم أنت حسيبها.